الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. معشر المجلدات والمجلدين، تنفيذا للتعليمات الملكية الثانية لصاحب جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة نصره الله وإياه، الرامية إلى الحفاظ على مكتسبات الخدمة العسكرية، باشرت مصالح القوات المسلحة الملكية بمعية الإدارات العمومية والسلطات المختصة عملية انتقاء وإدماج الفوج 37 للخدمة العسكرية. وها أنتم اليوم هنا من أجل الاستفادة من البرنامج التكويني، كما ستستفيدون خلال هذه المدة من أجرة وتعويضات ولباس وتغذية وسكن وتغذية صحية، وحتى يأمر تكوينكم في أحسن الظروف. واعلموا أن المجندات والمجندين المتميزين بحسن السلوك والانضباط المستوفين للشروط القانونية المنصوص عليها والراغبين في الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية يمكنهم عند نهاية خدمتهم العسكرية ولوج الجندية، وذلك طبعا في حدود حاجة القوات المسلحة الملكية. وفي الختام أجدد الترحاب بكم هنا وأدعوكم إلى عمل الجاد والمثابرة والإبراط الحسن حتى نكون جميعاً عند حسن ظن مولانا صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، مخلصين للشعار الخالد الله الوطن الملك. تنفيذا للتعليمات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه، تم ادماج 2000 مجند ومجنده بالمركز السابع لتكوين المجندين التابع للبحريه الملكيه ببن سليمان، وذلك بعد عمليه الانتقاء ديال المرشحين للتجنيد واللي دازت في ظروف مثاليه. واليوم حضرت معنا الحفل افتتاح الخدمه العسكريه للفوج 37 اللي تراسه السيد الاميرال مفتش البحريه الملكيه، واللي من خلاله استمعوا المجندين والمجندات لواحد العدد من الارشادات والمعلومات حول ظروف التكوين، وكذلك تعرفوا على الحقوق ديالهم والواجبات اللي عليهم طيله فتره التكوين ديالهم داخل المركز السابع اللي وفر لهم جميع الموارد البشريه واللوجستيه من اجل انجاح هذا التكوين. من بين الاسباب اللي خلوني باش التحق بالخدمه العسكريه هو انني كنحب الوطن ديالي والشغف ديالي باش نكون ضمن صفوف القوات المسلحه الملكيه. وحتى من الهضره اللي سمعت على الجريده 36 كانت مزيانه، لهذا قررت انني باش نضم للجريده 37، وعلى لا انني نكمل في هذا الميدان ونفرح والديا. بصراحه عجبني الحال بزاف هنا، وحتى المؤطرين ديالنا عجبوني بزاف حيتاش كانوا معنا مزيانين وهما اللي خلونا باش نولفوا وباش نرتاحوا معاهم. انا واخا جانا في الاول جانا شويه صعيب، الفياق بكري جانا صعيب، ولكن انا جيت لهنا باش نتحدى راسي وباش نكتسب مهارات جداد اللي غادي يفيدوني في حياتي. اللي واخا مدة التكوين كانت قصيرة يلاه بدات، ولكن قدرنا نتعلموا بزاف ديال الحوايج منهم الانضباط والاحترام والتربية على المواطنة. واخيرا كنبغي نشكر جلالة الملك على هذه الفرصة اللي عطانا باش نزيدوا بحياتنا القدام. وعاش الملك. انا سعيد بالتواجد ديالي هنايا مع المجندين والمجندات بالمركز السابع لتكوين المجندين بالبحر التابع للبحرية الملكية ببن سليمان. طبعا تجاوزنا مرحلة الانتقاء الاولي بكل سلام، والامور لحد الان غدا على ما يرام. بالنسبه تم الاستدعاء ديالي وما عليا الا لبيت النداء وجيت للخدمه العسكريه باش نكون مواطن صالح، تربى في روح المواطنه والمواظبه، وايضا نربي القدرات البدنيه ديالي. كيف ما كتشوفوا معنا اليوم تمت مراسم افتتاح المرحله الاولى ديال التكوين اللي شرف عليها السيد الاميرال مفتش البحريه الملكيه ولقى علينا الخطاب ديالو، وعرفنا ما لنا وما علينا من واجبات وحقوق، والفضل كامل كيرجع لسيدنا الله ينصره.
ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.